استاذ علي، ايضا عايز اخدك للاعب واحد من اهم اللاعبين الحقيقه في النادي الاهلي وفي القاره الافريقيه، واحد كل جمهور النادي الاهلي بيعتبره، اليو ديانج، بيعتبره واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين. سامعين كلام كتير على ان اليو ديانج واحد من افضل اللاعبين، هو بالفعل افضل اللاعبين، ولكن سامعين كلام كتير عن احتراف اليو ديانج، ايه رايك في هذا الامر؟ شوف، اي لاعب بيتالق مع الاهلي او خارج الاهلي يعني بيكون مسألة رغبة الأندية بضمه أمر طبيعي جدا. واستمعنا حديث الموسم الماضي عن رغبة جلطة سراي بإنجلترا، رغبة أندية بتركيا بضم اليو ديانج، والنادي الأهلي متسلح بعقد مع اليو ديانج طويل الأمد. فأي نادي بيشوف إنه اليو ديانج مفيد له عليه ان يطرق باب نادي الاهلي بالبدايه، ويقعد مع لجنه الكره، يعني مع مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، واذا بيشوف النادي الاهلي انه في رغبه من اللاعب وافاده للنادي الاهلي ماديه، ما اعتقد انه النادي الاهلي بيوقف بوجه اي لاعب. لكن حسب ما عم نشوف انه اللاعب متالق بالنادي وسعيد مع نادي الاهلي وعم بيحقق طموحاته مع النادي، فلذلك لا، حتى الان يعني انا بعتقد انه ايضا للتاثير على مستوى، لكن هو مطلوب وبدون شك مطلوب. لكن حتى ياتي عرض رسمي الى النادي الاهلي ما فينا نتكلم عن الموضوع. نحن بنتكلم حاليا عن اليو ديانج، لاعب نادي الاهلي وبينزل على الملعب وبقوم بواجبه، وهذا هو المطلوب منه حاليا. وحضرتك بتتكلم معانا، جبنا التويتر، قرات ارقام المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، فوجدت قاد الاهلي في دوري ابطال افريقيا في 18 مباراه، حقق الفوز في 13، تعادل في 4، وخسر في مباراه وحيده امام سيمبا، وسجل الاهلي مع الجنوب افريقي 40 هدف واستقبل 10 اهداف، الاهم انه احرز اربعه القاب في دوري الابطال ولقبي سوبر، وبالتالي اربعه ارقاب، اثنين دوري الابطال واثنين سوبر. هي دي التويته اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. هي دي التويته اللي انا وضعتها. فلا انا يعني كابتن اسلام، هيدي تويتي بترد على المشككين، لا انا برد ولا انت مطلوب منك ترد، اقرا الارقام وهي بترد وخلاص. نعم، كره القدم ارقام وانجازات، وهذا هو المطلوب. نعم.